استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي المهندس أحمد عبد الله المنفوحي ونائب رئيس مجلس الإدارة طلال جاسم الخرافي والسادة أعضاء مجلس الإدارة. هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بأبنائه وبناته من منتسبي النادي العلمي الكويتي وسعيهم لصقل مواهب الشباب وتطوير من مهاراتهم وتقديم كافة الدعم لإبراز إنجازاتهم العلمية، مشددا سموه على ضرورة تسلح أبنائه بسلاح العلم والمعرفة، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد. بالأمر يعني على استقبال عيالك في النادي العلمي، ويمكن احنا اليوم زيارتنا هي عن رعاية معرض المخترعين التاسع، وهي رعاية كريمة من سموك اللي اليوم هذا المعرض أصبح ثاني أكبر معرض في العالم، واليوم الأخوان يعني جايين وكلهم طمع أنهم يحظون بزيارة أيضا لهذا المعرض. هناك تقريبا في 34 دولة من مختلف دول العالم، وجهد أمانة يعني شباب كويتي وشابات كويتيات في النادي العلمي ودهم أن سموك تكون يعني في يوم معين تحضر فعاليات المعرض. ويمكن أنا مشاغلي طويل العمر في البلدية أخذتني منهم، ولكن هم يعني أخوي طلال ممكن بعد يشرح أكثر طويل العمر عن المعرض وعن فعالياته. الله يعطيك العافية طويل العمر، احنا شاكرين وقتك وندري ما تقصر دائما معانا ومع عيالك في النادي. طويل العمر البطولة مالت المخترعين اللي سموك رعيتها 9 سنوات، هذه 9 سنة السنة التاسعة. أبشرك طويل العمر ضربنا الرقم القياسي، صار عندنا 34 دولة مشاركة، لا يزال التسجيل مفتوح، نعتقد أنه يصل إلى 37 دولة مشاركة، وهذا رقم صراحة يعني كبير بالنسبة لنا، مشاركة دولية جدا ممتازة. السنة اللي فاتت زرناك طويل العمر، وتشجيعك طبعا هو الدافع حق كل أعضاء النادي، بس الزيارة بالنسبة لنا راح تضيف الكثير. أعتقد الفترة هذه كانت فترة حاسمة بالنسبة لنا، سوينا تصور كامل حق هذه البطولة أنها ترتقي أن تكون في دولة الكويت داعمة للشباب وداعمة للمبدعين، مثل ما وصيتنا طول العمر، مثل ما شجعت مركز صباح الأحمد، مثل ما شجعت القطاعات كلها اللي انبثقت من النادي العلمي، كملنا على نفس المستوى. أعتقد وصلنا إلى 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 مستوى يرضيك، فنفخر إن هذه البطولة تحت رعايتك، ونتشرف في حضورك في هذه البطولة. والنادي العلمي أبشرك طويل العمر في مرحلة تطوير كبير، الإخوان في مجلس الإدارة قسموا القطاعات كلها، التطوير الإداري والتطوير المنشآت قاعد يتم على أكمل وجه، وما نستغني عن دعمك طويل العمر. أرحب فيكم بزيارتكم اللي هنا، أرحب فيكم كشباب جادين في عملكم، أرحب في باب يعني إخواننا مثل في البلدية أخذتوا من شغلة وانضم لكم، لأن هوايته أن يكون معكم في الموضوع. شكرا لجميع الأخوان اللي هم مشاركين أو أعضاء مجلس الإدارة في الموضوع، وأنا من يشجعكم على هذا. الشباب يبون من يعني يحفظهم في ترك الأشياء اللي تفيدهم، ما يروحوا إلى أشياء تضرهم وتضر بلدهم. والحمد لله يعني أنتم تقدم العلمي كلكم تقريبا مرتبطين ببعضكم بعض،
ستصلون إن شاء الله إلى ما تسبوا إليه. الكويت ما أصبوا إليه أنا في منوتي اللي أتمناها ما تكون. وأنا يعني حقيقة واثق منكم كلكم بأنكم جادين في هذا الموضوع، وأشجعكم على أن تبذل الجهد أن تجمعوا الشباب للعلم أفضل من أن يعني يكونوا خارج إطار هالأشياء اللي هي تفيد بلدهم في الموضوع هذا. فبارك الله فيكم، وأنا مستعد إن شاء الله. الله يطول عمرك، هذا فخر ومكسب طويل العمر. لذلك أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى الأخوة جميعا وأخي في البلدية الله يحفظك يعني له الشكر أيضا وله كل الاحترام فيما يعمل في مجال عمله في البلدية. الله يطول عمرك، بعيد عن عملكم يعني. الله يطول عمرك، يعني الكل يثني عليه، ربنا يوفقك. الله يطول عمرك، هذا اليوم يعني مكسب هذا الثناء طويل العمر، ان شاء الله اكون قد ان شاء الله. اللي ما فيه خير، خير لبلدكم، خير لي شبابكم، وخير لسمعتكم، يعني سمعة بلدكم، سمعة بلدكم هي سمعتنا جميعا. الله يطول عمرك، بارك الله فيكم. الله يطول عمرك، شكرا. احنا طبعا اليوم النادي العلمي تشرف بمقابلة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، وأمانة كان اللقاء جدا داعم لأبناء منتسبي النادي العلمي، خصوصا أن النادي يستضيف المعرض التاسع للاختراعات وهي تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو. وأمانة يعني وصلنا عدد الدول المشاركة 36 دولة، وعرضنا لحضرة صاحب السمو آخر استعدادات لهذا الحدث العالمي اللي أصبح بدعم من حضرة صاحب السمو ثاني أكبر معرض عالمي للاختراعات، يتم من خلالها تبادل الخبرات واحتكاك المخترع الكويتي مع مخترع تصرف عليه ملايين ومليارات الدولارات. لذلك احنا اليوم سعدنا بتوجيهات حضرة صاحب السمو ودعمه. يمكن يعني كان هناك أيضا شكر حضرة صاحب السمو لأداء البلدية بالفترة الأخيرة، وهذا أمانة يعطينا مزيد من الدعم وإحنا ماشيين بالطريق الصحيح. لذلك يعني نتمنى نكون على قدر هذا الثناء وعلى قدر هذا الشكر، وخصوصا يعني من حضرة صاحب السمو، فإحنا اليوم سعداء ونشكره ونعاهده أن إحنا نستمر على هذا الخط لمزيد من العزة للكويت، بطرح مشاريع وبتسهيل إجراءات وبفرض هيبة القانون، وإحنا يعني سعداء جدا بهذا الثناء، وإن شاء الله نكون عند قدر هذا الثناء.